حديثا ستبهر به ربما فضل. لأول مرة تسمعه. فضل. دعني أرى الفيديو أول رقم ثلاثة. ما يحدث على عمق أكثر من 5000 متر في أعماق المحيط لهذا. خمسة آلاف متر. هذه انفجارات بركانية عنيفة تحت سطح المية. نعم. في قاع المحيط. هذه الانفجارات تحدث على عمق من 5000 متر إلى 11 كيلومتر. تصور ولها صوت مرعب. هذه الانفجارات عندما درسها الباحثون وجدوا أنها عبارة عن حمم منصهرة تتدفق من الطبقة الثالثة من طبقات الأرض. هذه هي أرضنا. إذا نظرت إلى الأرض تجد أنها 7 طبقات. على السطح يوجد البحر. وتحته توجد 3 طبقات ملتهبة تتدفق منها الحمم المنصهرة. يا سبحانك. الاكتشاف الذي أذهل العلماء أنه على عمق 600 كيلومتر تحت الطبقة الثالثة هناك بحر هائل بشكل مضغوط جدا، ماء مضغوط يعادل 3 أضعاف المحيطات على سطح الأرض. وهذا اكتشاف حديث جدا. وجدوا أن تحت الطبقات الملتهبة هناك ماذا؟ هناك كمية هائلة من الماء محصورة ضمن هذه الطبقات، واستطاعوا أن يحصلوا على أدلة دامغة من خلال بعض حبات الألماس التي تتدفق مع الحمم المنصهرة وفحصها، وتأكدوا أن هناك طبقة عبارة عن بحر ولكن أعظم بكثير من البحر الذي نراه على سطح الأرض. إذن أصبح لدي، دقق معي رجاء، البحر هنا، سطح البحر. نعم. 3 طبقات ملتهبة، ثم النار الملتهبة، ثم للبحر. البحر. النبي صلى الله عليه وسلم بالحرف الواحد يقول، دقق: يا عبد الله لا تركب البحر إلا حاجا أو معتمرا أو غازيا في سبيل الله، فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا. أنا أول مرة أسمع الحديث ده. صلى الله عليه وسلم. فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا. طيب من أعلم النبي عليه الصلاة والسلام؟ إذا كان عرف أن تحت البحر يوجد نار بالصدفة، كيف علم أنه يوجد ماء على عمق 600 كيلومتر؟ فإن تحت النار بحرا، فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا. إذن هذا النبي لا يمكن أن ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم.